القوة الناعمة الفلسطينية، أكبر معرض للكتاب. في فلسطين 2023 اتعمل أكبر معرض للكتاب في تاريخ فلسطين، اللي هو معرض فلسطين الدولي للكتاب النسخة 13. المعرض ده هو الأكبر والأضخم في تاريخ فلسطين، معرض رائع جدا، حضر حوالي 400 ناشر، يعني شاركت 400 دار نشر في هذا المعرض. حضر حوالي أو كان موجود عدد كبير من المثقفين العرب والأجانب المدعوين من خارج فلسطين، أكثر من 90 شخصية ما بين روائي وقاص وشاعر ومفكر وفيلسوف. إذن كان في نخبة عربية وأجنبية شاركت في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2023. العناوين اللي موجودة كتير، 61,000 عنوان، تكلم على عشرات الآلاف من عناوين الكتب. والمساحة اللي كان موجود على المعرض مساحة كبيرة جدا، في أرض المكتبة الوطنية في رام الله. رئيس الوزراء قال إن شعار هذا المعرض لعام 2023، لأنه بمناسبة مرور 75 سنة على النكبة، النكبة 1948، إحنا 2023، من 1948 2023 بنتكلم على 75 سنة. عشان كده كان العنوان قوي جدا، عنوان المعرض 75 سنة من النكبة إلى الدولة. باقون، شوف كلمة باقون دي، البقاء، قاعدين وصامدين، باقون رغم مرور 75 سنة على النكبة. رئيس الوزراء الفلسطيني قال إنه إسرائيل قبل كده سرقت مش بس الأرض، إنما كمان الكتب اللي بقت موجودة على أرفف المكتبات في إسرائيل. وقال كمان إن المعرض وحد الفلسطينيين، سواء اللي في رام الله أو في قطاع أو الضفة عموما، أو اللي في غزة أو اللي في القدس أو الفلسطيني اللي في الشتات، كل دول اتجمعوا في هذا الحدث الثقافي الكبير، معرض فلسطين الدولي للكتاب. حضراتكم القوة الناعمة الفلسطينية مهمة، الموضوع فقط مش متعلق بالمقاومة أو النضال الحركي، الأمر متعلق أيضا وبشكل كبير جدا وربما بالأساس بالقوة الناعمة الفلسطينية. إن لابد يكون في إقناع للآخرين وإقناع للعالم بعدالة القضية الفلسطينية، وبالتالي إقناع العالم وجذب العالم لهذه القضية عبر القوة الناعمة الفلسطينية هو أمر مهم جدا في معركة البقاء. نعم باقون، إنما هذا البقاء له شروط، ومن أهم شروط البقاء تعزيز القوة الناعمة الفلسطينية، وهي قوة كبيرة وتاريخية وغنية ثرية متعددة، فيها أسماء عملاقة في كل المجالات، وتستطيع فلسطين أن تعزز من القوة الناعمة الفلسطينية.